السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي تلاميذ مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية. المادة رياضيات للصف الخامس الابتدائي، معلمة المادة رويدة علي. أهلا وسهلا بكم حبايبي الحلوين. حبايبي، درسنا لهذا اليوم هو إنشاءات هندسية صفحة 152 وصفحة 153، وأيضا أنماط هندسية صفحة 155 وصفحة 156، وأيضا سوف نأخذ موضوع قياس الزوايا ورسمها صفحة 164 وصفحة 165. نبدأ الآن بموضوع إنشاءات هندسية صفحة 152 وصفحة 153. طبعا احنا ما راح نشرح بالتفاصيل عن هذا الموضوع، مجرد فكرة عامة عن موضوع الانشاءات الهندسية. اولا يعني شنو الانشاءات الهندسية؟ راح نبدي عندنا انشاء عمود على مستقيم يمر بنقطة خارجية. اولا بالانشاءات الهندسية انه احنا لازم ننشئ عمود على مستقيم، عمود على مستقيم يمر بنقطة خارجية، يمر بنقطة خارجية. ثانيا إنشاء مستقيم موازن لمستقيم آخر، إنشاء مستقيم موازن لمستقيم آخر. وثالثا عندنا تنصيف قطعة مستقيمة، تنصيف قطعة مستقيمة. تنصيف يعني مثل إحنا نقسم القطعة المستقيمة، مثل إحنا نقسم القطعة المستقيمة. إذن هو هذا عبارة عن الإنشاءات الهندسية، يا أما ننشئ عمود على مستقيم يمر بنقطة، أو ننشئ مستقيم يوازي مستقيم آخر، أو نقطع أو نصف القطعة المستقيمة. هذا هو عبارة عن فكرة عامة لموضوع الإنشاءات الهندسية، ما رح نشرح بالتفاصيل عن هذا الموضوع، وأيضا ما رح نحل فقرة أتأكد إليه، مجرد أخذنا فكرة عامة عن هذا الموضوع. إذن الإنشاءات الهندسية، أولا أنشئ عمود على مستقيم، ثانيا أنشئ مستقيم يوازي مستقيم آخر، وثالثا تنصيف قطعة مستقيمة. طبعا هاي حبايبي كلها راح تكون كتابة بالدفتر، كلها راح تكون كتابة بالدفتر. انتقل الى الموضوع الثاني اللي هو انماط هندسية، انماط هندسية صفحة 155، انماط هندسية صفحة 155. اولا نبدي نتعرف على النمط، نبدي نتعرف على النمط. شنو يعني النمط؟ النمط هو مجموعة مرتبة من الأعداد أو الأشكال الهندسية، يعني مجموعة مثلا عندنا مجموعة من الأرقام أو مجموعة من الأشكال الهندسية، فرضا مربعات، دوائر، مستطيلات، لازم تكون مرتبة، لازم تكون مرتبة طبعا بترتيب معين، لازم تكون مرتبة بترتيب معين. فهو هذا معنى النمط، الكل نمط إلى قاعدة النمط أو وحدة النمط، أو وحدة النمط. وحدة النمط هو الجزء الذي يتكرر من النمط، هو الجزء الذي يتكرر من النمط. إذن النمط هو شنو؟ هو مجموعة مرتبة من الأعداد أو الأشكال الهندسية. وحدة النمط من يكون يتكرر النمط، من يكون عندنا يتكرر النمط، هو هذا وحدة النمط. يعني كم شكل جاي، مو كم شكل جاي يتكرر عندنا، الأشكال النمط، الأشكال الجاي تتكرر عندنا، فهي هاي تمثل وحدة النمط، هاي تمثل وحدة النمط. طبعا هاي ايضا حبايبي راح تكون كتابة بالدفتر، هاي كلها راح تكون كتابة بالدفتر. الان انتقل الى فقرة اتأكد صفحة 156، فقرة اتأكد صفحة 156. طبعا الحل راح يكون بالكتاب، الحل راح يكون بالكتاب. إذن صفحة 156 الحل بالكتاب. أي المخططات التالية تمثل نمطا ولماذا؟ أي المخططات التالية تمثل نمطا ولماذا؟ نقطة رقم واحد، تشوفون عندنا دوائر، ذا نهاية الدائرة بدايتها لون أصفر وراها لون أحمر، أصفر هنا أحمر وأصفر، تشوفون عكسها، وراها جاي يتكرر، تشوفون جاي يتكرر نفس الشيء، هم عاد هنا أصفر وهنا أحمر وهنا أحمر وهنا أصفر، يعني جايين عاد، هنا صار إعادة ليهن. إذن هاي شنو هنا هذا؟ هل هو يمثل نمط؟ النمط يعني هو متكرر الأشياء بنمط معين، يعني تشوفون هاي الدائرة عكس هاي الدائرة وظلت تتكرر إلى آخر شيء، ظلت تتكرر، وحدة عكس اللوخ الألوان.
إذا من تكون هيجي تتكرر ووحدة عكس الأخ، إذا هو هذا النمط يمثل نمطا، لأن وحدة النمط تتكرر بانتظام أو تكررت بانتظام. تشوفون وحدة النمط يعني هذا، تشوفون هذا اللون الأصفر والأحمر، هنا أحمر وأصفر، وراهم نفس الشيء عاد أصفر وأحمر، أحمر وأصفر جاية عاد. إذا هو هذا يمثل النمط. ليش مثل إن النمط؟ لأن وحدة النمط تكررت بانتظام، تكررت بانتظام. نقطة رقم 2، عندنا الآن مثلثين، هذا المثلث وهذا المثلث، وراء هذا الشكل متوازي الأضلاع، وراها دائرة. إذا هذا شوفون الحد الآن مثلثين متوازي أضلاع دائرة، هنا نفس الشيء مثلثين متوازي أضلاع دائرة، هنا مثلثين دائرة متوازي الأضلاع، هنا مثلثين دائرة متوازي الأضلاع. صار تقديم وتأخير بذني، تشوفون يعني مو كلها صارت نفس النمط، مو كلها تكررت بنفس الانتظام. إذا هذا لا يمثل نمطا، لا يمثل نمطا، لأن وحدة النمط لم تتكرر بانتظام، لأن وحدة النمط لم تتكرر بانتظام. شلون عرفناها لم يعني تتكرر بانتظام؟ لأن هنا عندنا مثلثين متوازي أضلاع دائرة، مثلثين متوازي أضلاع دائرة، هنا مثلثين دائرة متوازي أضلاع. صار تقديم وتأخير بالأشكال الهندسية. إذا هذا لا يمثل نمطان، لا يمثل نمطان، لأن وحدة النمط لم تتكرر بانتظام. الآن أكمل النمط الهندسي وأحدد وحدة النمط، أكمل النمط الهندسي وأحدد وحدة النمط. نقطة رقم 3، نبدأ هنا عندنا مثلث، عندنا مستطيل دائرة، مثلث مستطيل دائرة، مثلث لازم هنا ايش راح يكون؟ راح يكون مستطيل دائرة. تشوفون احنا كملناها حسب النمط، اكمل النمط الهندسي، هنا مثلث مستطيل دائرة، مثلث مستطيل دائرة، مثلث مستطيل لازم احنا نرسمه، وهنا عندنا دائرة. وحدة النمط شنو هنا عندنا؟ وحدة النمط ذني الاول شيء الثلاث المتكررات اللي هو المثلث والمستطيل والدائرة. المثلث يعني من البداية مثلث، وراها المستطيل، وراها الدائرة. إذا هي هاي وحدة النمط، هي هاي راح تكون عندنا وحدة النمط. الآن نقطة رقم 4، نقطة رقم 4 عندنا هذا الشكل هو شبه المنحرف، فراغ دائرة فراغ مثلث دائرة شبه المنحرف مثلث فراغ. الآن هنا ايش راح نخليها شكل هندسي؟ الآن هنا يا شكل هندسي احنا نعتمد هنا نشوف هذا الشبه المنحرف وهنا وراه مثلث، اذا هنا شبه المنحرف لازم وراه الشكل الهندسي هو مثلث، لازم وراه مثلث. نجي على الدائرة وراها يا شكل، هاي الدائرة وراها يا شكل شبه المنحرف، يعني هاي الدائرة هنا نخلي شبه المنحرف، هاي الدائرة وراها شبه المنحرف. هنا عندنا شبه المنحرف مثلث وراها يجي يا شكل دائرة، إذا هنا آخر فراغ نرسم دائرة، آخر فراغ راح نرسم الآن دائرة. الآن وحدة النمط هذني بالبداية ثلاثة أشكال متكررة، أو أي عندنا أي أشكال متكررة، أول شيء شبه المنحرف، وراها المثلث، وراها عندنا الدائرة، وراها عندنا الدائرة. إذا هي هاي وحدة النمط، إذا هي هاي عندنا وحدة النمط. إذا حبايبي هاي كلها بالنسبة لفقرة أتأكد صفحة 156، وراح يكون الحل بالكتاب، الحل بالكتاب. ننتقل إلى الواجب البيتي، حل اختبار الفصل نقطة 1 و2 و7، فقط ذني النقاط من اختبار الفصل صفحة 161. هاي طبعا حبايبي راح تكون الحل بالكتاب، الحل بالكتاب. والآن أنتقل حبايبي إلى الفصل التاسع، أول موضوع إليه هو قياس الزوايا ورسمهم. راح نحل فقرة تتأكد على مود نعرف من خلالها كيفية رسم الزوايا وكيفية قياس الزوايا. هنا عندنا لكن لازم نعرف إنه إحنا لرسم وقياس الزوايا لازم نستعمل المنقلة، لازم نستعمل المنقلة. إذن أستعمل المنقلة لقياس الزوايا الآتية. نقطة رقم 1، عندنا أول شيء هذا الشكل مطينا هنا ألف باء
جيم، مطينا هاي الزاوية ألف باء جيم. شلون راح نقيس الزاوية إلها؟ نقطة رقم واحد مطينا هذا الشكل ألف باء جيم، شلون إحنا راح نقيس الزاوية لهذا الشكل؟ أول شيء إحنا إيش مكتوب هنا؟ باستعمال المنقلة. إذا هاي هي المنقلة، هاي هي المنقلة، شكل المنقلة هاي يكون شكلها نصف دائرة بيها محددة الزوايا من الصفر إلى 180، من الصفر إلى 180. إذا هي الزوايا. زين شلون احنا زين راح نقيس الزوايا؟ اول شيء بالمنقله راح تشوفون، ولازم طبعا تتوفر عند الكل، المنقله راح تشوفون يجي اكو بيها مثل هذا الخط ودائره، هاي الدائره اخليها تشوفون هذا المستقيم ويا هذا المستقيم، هاي هنا هي اخليها للدائره، هاي الدائره الصغيره هي اني هنا اخليها، وابدي وراها اشوف هذا السهم، هذا السهم او ضلع الزاويه على يا رقم يشير، على يا رقم جاي يأشر لنا هو هذا قياس الزاوية، هو هذا راح يكون قياس الزاوية. نبدي هذا من الصفر 10 20 30 إلى دشوفون هاي 110، هاي هنا 120، دشوفون هذا ضلع الزاوية على 120، يعني قياس هاي الزاوية هي 120 درجة، قياس هاي الزاوية هي 120 درجة. وطبعا هاي راح تكون كتابة بالدفتر، كتابة وحل بالدفتر مع الرسم، مع الرسم مجرد بس المنقلة، مو ترسمون المنقلة، مجرد رسم الضلعين للزاوية، ضلع ألف باء وباء وجيم. إذن أنتقل إلى نقطة رقم اثنان، عندنا الضلع الأول الزاوية كلها شلون نقرأ الزاوية؟ ألف باء جيم، ألف باء جيم، أو تقدرون تقروها إنه جيم باء ألف، جيم باء ألف، لكن رأس الزاوية، رأس الزاوية هو الباء، رأس الزاوية هي نقطة باء. إذا الضلع ألف باء ويا الضلع باء جيم. الآن نجيب المنقلة، هاي جبنا المنقلة، تشوفون قلت لكم هاي الدائرة، تخلون هذا الخط هنا على نقطة التقاء، على نقطة التقاء الضلعين، وهنا نشوف هذا السهم على يا رقم جاي يأشر، هذا السهم على يا رقم جاي يأشر، تشوفون هنا 0 10 20 30، هنا إذا جاي أشر على الرقم 30، إذا هنا نقطة رقم اثنان قياس الزاوية 30 درجة، نقطة رقم اثنان قياس الزاوية 30 درجة. الآن أنتقل إلى نقطة رقم ثلاثة، أنتقل إلى نقطة رقم ثلاثة، أول شيء عندنا هنا الزاوية ألف باء جيم، ألف باء جيم، تشوفون من بدايتها أو منها جيم باء ألف أو جيم باء ألف، حسب أنتم تريدون البداية منين تكون، تبدون من الألف لازم ألف باء جيم، نفس الطريق مو هنا ألف جيم، ماكو أي مستقيم يربط بينهم، بس راح تبدون ألف باء جيم، ألف باء جيم. زين نبدي أيضا نقيس الزاوية، هاي عندنا المنقلة، هاي خلينا رأس الزاوية، هنا نشوف هذا على يا رقم جاي يشير، هذا الضلع على يا رقم تشوفون هنا على الرقم 90، على الرقم 90، يعني هاي الزاوية قياسها 90 درجة، يعني هاي الزاوية قياسها 90 درجة، وهي أصلا مبينة زاوية قائمة، مبينة عندنا زاوية قائمة وقياسها 90 درجة. الآن أنتقل إلى، طبعا هاي حبايبي أيضا كتابة ورسم بالدفتر، باستثناء طبعا المنقلة، المنقلة يعني ما يصير ترسموها، مجرد ترسمون الضلعين، تكتبون الأحرف، وتكتبون نقطة رقم ثلاثة، وقياس الزاوية اللي هو 90 درجة، لكن هاي أنا مجرد للتوضيح على مود تعرفون شلون إحنا جاي نعرف القياسات، إحنا شلون جاي نعرف قياسات للزوايا، هذا أيضا كتابة بالدفتر. نقطة رقم أربعة، أستعمل المنقلة وأكتب قياس زوايا رؤوس كتاب الرياضيات. عندنا هذا هو كتاب الرياضيات، الزاوية لكتاب الرياضيات، الزاوية لكتاب الرياضيات هي 90 درجة، هي 90 درجة. زين هو بي كم رأس؟ هاي 1 2 3 4، 4 رؤوس، يعني كل رأس شقد؟ 90 درجة، كلها راح تكون 4 رؤوس 90 درجة، كلها راح تكون 4 رؤوس 90 درجة لكتاب الرياضيات، لزوايا كتاب الرياضيات. الآن أنتقل إلى أستعمل المنقلة والمسطرة لرسم كل زاوية من ما يلي بالقياس المحدد.
نقطة رقم 5، عندنا الآن 75 درجة، لازم نرسم الزاوية بقياس 75 درجة. أول شيء نرسم هذا المستقيم أو قطعة المستقيم، وراها قطعة مستقيم آخر، وراها نبدي نحدد، وراها نبدي نحدد الزاوية هاي من الصفر إلى هاي 70 هاي 75 بالوسط، إذا هي هاي قياس الزاوية 75 درجة، هو هذا راح يكون شكل الزاوية القياسها 75 درجة. نقطة رقم 6، عندنا الآن 180 درجة، 180 درجة، أول شيء نرسم أحد أضلاع الزاوية، نرسم أحد أضلاع الزاوية، وراها نخلي عندنا المنقلة، نخلي المنقلة، وراها نبدي نحدد إلى 180، إلى 180 أنا بدي نرسم الضلع الآخر للزاوية، إذن هاي قياس الزاوية هي 180 درجة، قياس الزاوية هي 180 درجة. طبعا هاي ايضا راح تكون كتابة بالدفتر، هاي ايضا راح تكون كتابة بالدفتر. نقطة رقم 7، عندنا 60 درجة، اول شي نرسم احد اضلاع الزاوية، وراها نخلي المنقلة، وراها نرسم نبدي مرسمنا اول شي احد اضلاع الزاوية، وراها نجيب المنقلة نبدي نحدد هاي قياسها 60 درجة، نشوف وين القياس 60، هاي 0 10 20 30 40 50 60، اذا تخلون هنا نقطة، وراها توخرون المنقلة، وراها تجرون خط، وراها تجرون خط، ويصير عندكم هذا شكل الزاوية اللي هي قياسها 60 درجة، راح يكون عندكم هذا شكل الزاوية هي قياسها 60 درجة. عندنا نقطة رقم 8، عندنا قياس الزاوية 150 درجة، 150 درجة، أول شيء ترسمون واحد من أضلاع الزوايا، وراها تجيبون المنقلة، تجيبون المنقلة وتبدون تحددون من الصفر لحد وين 150، هاي عندنا 150 درجة، تخلون نقطة، وراها تشيلون المنقلة، وراها تجرون خط، توصلون هذا الضلع ويا هذا الضلع، فراح تكون عندكم هاي الزاوية بهذا الشكل اللي هو قياسها 150 درجة، قياسها 150 درجة. أيضا كتابة ورسم بالدفتر. نقطة رقم 9، عندنا قياس الزاوية 120 درجة، قياس الزاوية 120 درجة، ترسمون أحد أضلاع الزاوية، وراها نجيب المنقلة، تجيبون المنقلة تبدون تشوفون وين القياس 120، هاي من 0 10 20، هاي 110 هاي 120، تخلون نقطة هنا، وراها توخرون المنقلة وتجرون خط، وتجرون خط وتوصلوها ويا هذا الضلع، فراح تكون عندكم الزاوية مكونة من ضلعين، مكونة من ضلعين وقياسها 120 درجة. نقطة رقم 10، عندنا هاي الزاوية 145 درجة، 145 درجة، نفس الخطوات، نبدي نرسم أول شيء إيش نرسم؟ نرسم أحد أضلاع الزوايا، أحد أضلاع الزاوية، وراها نجيب المنقلة ونشوف هنا 145 وينها؟ 145 هاي من الصفر تبدون تحسبون هاي 140 بالوسط، راح تكون 145، 145، تخلون نقطة، وراها تشيلون وتوخرون المنقلة وتجرون خط، وتجرون خط بين هاي النقطة اللي حددتوها وبين هذا المستقيم، بحيث توصلوها ويا هذا الضلع، ويا هذا الضلع، وتتكون عندكم الزاوية كما مبين في الشكل، وقياسها 145 درجة، وقياسها 145 درجة. هذا كل ما يتعلق بموضوع قياس الزوايا ورسمها، موضوع جدا سهل وبسيط وما يحتاج، لكن عليكم انه لازم تعرفون المنقلة شلون نستخدمها، المنقلة مجرد تجيبون منقلة تبدون هذا الخط، هذا شوفون هذا الخط، نضع على رأس الزاوية ونبدي نحسب من الصفر لحد رقم، من الصفر يعني اللي يرده بالسؤال، مثلا اقول لكم زاوية من يعني مثلا 130، تشوفون هاي 130 هياتها، تخلون هنا نقطة، وراها تجرون، وراها توخرون المنقلة وتجيبون بالمسطرة، بالمسطرة تسوون خط توصلوا ويا هذا الضلع. هذا كله بالنسبة لفكرة رسم الزوايا وقياسها، وطبعا كل هذا راح يكون حبايبي كتابة بالدفتر، كتابة ورسم بالدفتر. إذن إلى هنا ينتهي الدرس، وإلى اللقاء في الدرس القادم، ومع السلامة.